يما نطلع رأسك شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد. نبدأ بأول سؤال. أنا درستي اليوم عن إيش اسمه قسمة كثيرات الحدود، بدي تعرفوا لي أول شيء أو أعطيني مثال على كثير حدود. يلا كثير حدود، أعطيني أي مثال. مين يعطيني فيكم مثال بسرعة؟ لا سين صاد، لا إيش سين صاد؟ لا لا بدك تكتب إيش أحسن من هيك، إيه أحسن من هيك؟ طلع خليني أبدأ معاك، قول قاف سين تساوي، يلا احكي لي. اثنين سين، اثنين سين، يلا مروان. زائد صاد؟ لا ما في زائد صاد، احنا من هي بس متغير واحد. لا في صاد. اثنين سين زائد خمسة. زائد خمسة. وين الصاد يا يمان؟ هاي الصاد، هاي القاف سين هي الصاد، يعني هو دائما صاد يساوي، صاد يساوي قاف سين يساوي على طول. طيب هذا مثال، هذا اسمه مسمي كثير حدود درجة أولى، ليس منا درجة أولى. يلا مروان. حسب الأس، أعلى أس عندي للسين للمتغير اللي هو واحد، حتى لو مش مكتوب فالمتغير هنا إيش قيمته؟ واحد، إذا درجة أولى. طيب كمان واحد، يلا يا مان أعطيني كثير حدود درجة خامسة. درجة خامسة دكتور؟ آه. ثلاث سين أس خمسة. أيوة. زائد واحد. خلص لو كتبت هيك صح ولا غلط؟ مضبوط. 100%. لكن هذا الكثير الحدود هذا مكون من كم حد؟ هذا اللي كتبناه قاف سين يساوي ثلاث سين، حد واحد. لو قلت لك إياه ثلاث حدود. ها هاي صار ثلاث حدود. مروان أعطيني كثير حدود درجة ثالثة مكون من حدين فقط. كثير حدود درجة ثالثة مكون من حدين فقط. سين أس ثلاث. أيوة. زائد سين. زائد سين، برافو عليك. المعامل سين تكعيب شو هو؟ ايش يعني معامل؟ معامل يعني العدد اللي مكتوب جنب السين. ما دام فيش شيء مكتوب يعني ايش في بكون؟ واحد. واحد. طيب بدي اسالك سؤال على الاقتراح هذا اللي هو كثير الحدود اللي كتبت لي اياه هسه يا مروان، اخر واحد هذا كتبت لي اياه. بتقدر تقول لي ايش معامل سين تربيع؟ كم قيمته؟ هو مش موجود اصلا، صفر. ايوه ما دام مش موجود شو بحطه؟ بحطه صفر. يمان بدي اسالك عن هذا الاختراع اللي انت اقترحت لي اياه قبل شوي، هذا كثير الحدود اللي اقترحت اياه قبل شوي، ايش معامل سين تربيع؟ ثلاث. ثلاث. ايش الحد المطلق؟ ها جديد يا الحد المطلق. ايش اسمه هيك الحد المطلق؟ في كثيرات الحدود في مصطلح اسمه الحد المطلق، شو هو يا مروان الحد المطلق؟ هون سالب ستة. هون سالب ستة، شو هو يعني ايش قصدنا بالحد المطلق؟ احكي. الحد اللي معوش سين او صاد. ايوه اللي معوش سين، سيبك من صاد يا مان، قلت لك في سيرة صاد، فيش صاد هون. هون ما في صاد. سين وصاد نفس الشيء. احنا بالرموز قاعدين نشتغل سين على صاد، انه صاد هو الاقتران. طيب اعطيني يمان بدي منك مثال على اختراع على ليس كثير حدود، اختراع ليس كثير حدود. مش كثير حدود. مش كثير حدود. دكتوري بس سين واحدة. سين واحدة. شو يا مروان؟ هذا مش كثير حدود. كثير حدود يعني كثار، يعني لازم يكون كثار. ممكن تحكي سين أس نص. أيوة لحظة خلينا نتفاهم. ممكن تحكي سين أس نص. دقيقة نتفاهم.
هذا اسمه كثير حدود ولا مش كثير حدود؟ اللي كتبناه هون هذا كثير حدود ولا مش كثير حدود؟ هذا كثير حدود. مزبوط. إذن كلمة كثير حدود مش معناته إنه في أكثر من حد، إن شاء الله حد واحد. كويس؟ أنا عيني وين يا سيدي؟ على الأس اللي فوق هذا. إذا الأس عدد صحيح موجب بكون اسمه كثير حدود. يكون كثير حدود. أيوة. مين اللي قال لي إذا قبل شوي سين نص نص؟ أنا حكيت. أيوة سين نص نص بطل كثير حدود. مش مش كثير حدود. بطل كثير حدود. طيب لو كتبنا لك هيك قاف سين بساوي نص سين أس خمسة زائد جذر اثنين سين أس سبعة. أنا بدعي، بدي يمان يجاوبني، أنا بدعي إنه هذا اللي أنا كتبته ليس كثير حدود. صح كلامي ولا غلط؟ ها؟ لا. ليس كثير حدود. شو رأيك؟ شو بتقول لي؟ شو بتقول لي؟ خطأ ولا صح؟ حسون السين في عليها أس خمسة. طيب والسين عليها أس سبعة. المفروض أنا مظبوط. إيش المظبوط؟ كلامي صح؟ معناته هذا كثير حدود. إذن هذا غلط اللي أنا حكيته. أيوة قول لي هيك، قول لي أنت اللي حكيته غلط. هذا كثير حدود لأنه الأسس شو مالهم؟ موجودات. مش موجودات، مش على موجودات. صحيحة موجبة. الأسس صحيحة. صحيحة موجبة. موجبة. يلا. السيات بدي أعطيك هذا المثال. ست سين أس سالب اثنين زائد سبعة سين أس سالب واحد زائد خمسة. أيوة مروان. كثير الحدود ليس كثير الحدود. لا مش كثير. ليس كثير الحدود. ليش؟ الأسس سالبة. هاي الأسس سالبة ليس كثير حدود. إذا الأسس صارت سالبة ببطل كثير حدود. طيب هذا يمان، هذا كثير حدود ولا مش كثير حدود؟ هذا. هاي يمان. هذا كثير. كثير حدود. ايوه أس سبعة أس اثنين. هذا كأني بتخيله سين أس صفر طبعا. هيك بتخيله. ها مروان شو رأيك؟ ما عندك الجذر فوق السين هي بتصير سين أس نص، هيك ببطل عدد صحيح، فمش كثير حدود. ليس كثير حدود. يعني لو حد واحد اختل، لو حد واحد اختل خلص ما تكمل. بصير ليس كثير حدود. اذا احنا ايش سوينا السيئات؟ ايش اللي عملناه؟ بس تعرفنا ايش يعني كثير الحدود ليس كثير حدود، مش اكثر من هيك. طيب بدي منك مروان تكتب لي كثير الحدود الصيغه العامه لكثير الحدود كيف شكلها؟ الصيغه العامه لكثير الحدود يلا احكي لي قاف سين يساوي كيف نكتبها؟ ألف سين أس نون. لا نكتب طلع كيف. ألف طلع كيف. ألف يعني ثابت، بنحط له إندكس تحتك صغير، بنحط له نون سين أس نون. يعني إذا أعطيته هنا مثلا نون خمسة بتحطه هنا ألف خمسة، يعني معامل سين أس خمسة ألف خمسة، بس هيك يعني رمز زائد. يلا كمل معي. ألف نون ناقص واحد سين أس نون ناقص واحد، يعني الرمز اللي هون نفس الرمز اللي هون، زائد ألف نون ناقص اثنين سين أس نون ناقص اثنين زائد إلى آخره لحد ما أصل مثلا ألف اثنين سين تربيع، ألف واحد سين أس واحد، ألف صفر. ما في داعي أكتب سين أس صفر، اللي هو هذا اللي سميته أنا الحد المطلق، اللي قبل شوي سميته الحد المطلق. إذن هاي اسمها الصيغة العامة لكثير الحدود. طيب إشي مراجعة سريعة. سين ناقص ثلاث ضرب خمس سين تربيع ناقص اثنين سين. تعيش تضرب إياهم هذا المروان؟ بضربهم. يلا
تمزيد كن واحد واحد، سين يعني خمس سين تربية يلا نضرب الأولى في تصير الأولى، تصير خمسة تكعيب. سين تكعيب، نجمع الأسس يلا، ناقص اثنين سين تربيع، طيب ناقص 15 سين تربية، تربيع، بعدين ناقص 15 سين تربية زائد 6 سين. زائد 6 سين. ضبط الأمور أكثر من هيك يلا. طيب 5 سين تكعيب ناقص 17 سين تربية زائد 6 سين. 100%. طيب الآن احنا راح ناخذ العملية الإيش؟ العكسية. شو هي العملية العكسية؟ القسمة. بنقسم كثير حدود على كثير حدود. الآن بقول لك جد خارج وباقي قسمة قاف سين، معطيك قاف سين اللي هو 4 سين تربيع زائد 5 سين تكعيب ناقص 7. بدنا نقسمه على ها سين كثير حدود على كثير حدود، على سين تربيع زائد 3 سين ناقص 1. يلا كيف نقسمهم هذول على بعض؟ يعني جد ناتج القسمة وباقيها الحل. يلا شو نعمل؟ بس في طريقتين أنا فيهن. بدنا الطويلة، القسمة الطويلة. أصلا الطريقة الثانية لازم ما تقول لي عنها، بتعرف ليش؟ لأنه ما بتصير. احنا عندنا طريقتين للقسمة، في عندنا القسمة الطويلة والقسمة التركيبية. هذه القسمة التركيبية ما بنقدر نستخدمها إلا إذا كان المقسوم عليه درجة أولى. يعني القسمة التركيبية بدها شرط، شرط أن يكون المقسوم عليه درجة أولى، وإلا ما بزبط الحكي. يلا تنقسم، كيف نقسم قاف على ها؟ بدنا نعمل القسمة هاي اللي خط القسمة هيك، القسمة الطويلة العادية. كيف نقسمها يا سيدي؟ في خطوة لازم تنعمل أساسية. أيوة، مرتبهم بناء على على ايش؟ على اعلى اس. اذا بتكتب هيك 5 سين تكعيب، هيك كتبنا 5 سين تكعيب، طلع بعيد ترتيب. انا ما بنقل، لانه في ناس بيفكروا انا اني نقلت، انا ما قلت شيء. انا في نفس الجهه بس قاعد برتب فيها. بعديها زائد 4 سين تربيع، بترك فراغ للسين، طلع سين مش موجوده، بترك لها فراغ ناقص 7. هذا الفراغ اللي تركته، ها خليني اعمل له هيك يعني زي بوكس هيك، انه هون في فراغ متروك فراغ. ليش انترك الفراغ؟ اساس السين حاجز مكان. المقسوم عليه نفس الشيء بترتبه، سين تربيع زائد 3 سين ناقص 1. يلا وريني كيف تقسم. شو راح تاخذ؟ طيب بحط فوق 5 سين، بناخذ الحد الاول وبضربها تقسيم الحد الاول على الحد الاول من غالي. يعني بقول 5 سين تربيع تقسيم، عفوا 5 سين تكعيب اسف، على سين تربيع هيك. تعرف تقسمها هاي؟ بعرف 5 على 1 5، وسين تكعيب على سين تربيع سين. اذا 5 سين تكعيب تقسيم سين تربيع بيطلع 5 سين. هي اعطيت الناتج، طلع يرتب كل شيء فوق بعضه، بعدين بضرب الخمسة سين في مين؟ في سين تربيع. خمسة سين في سين تربيع بيطلع خمسة سين تكعيب. بعدين خمسة سين في ثلاثة سين زائد 15 سين تربيع. بعدين خمسة سين في سالب واحد بيطلع سالب خمسة سين. شوف كيف هنا، كيف مروان حطيت الفراغ عندها، حجزت السين مكانها. احنا في القسم الطويل شو بعد ما نخلص من الضرب؟ بنطرح. نطرح. يعني الخطوات اللي بنمشي فيها مرة ثانية.
اولا اقسم، نكتب عشان نعرف ان خطوات القسم دائما اقسم، اكتب الناتج فوق، ثم اضرب، ثم اطرح، ثم نزل التالي. هاي خطوات القسم الأربعة دائما، استمرارك بنعمل. يلا الآخر ما نطرح، 5 س ناقص 5 س تكعيب صفر، شطبت. 4 س تربيع ناقص 15 س تربيع، أو إذا بدك بتغير الإشارة، يعني في ناس بقول لك بعطوا الإشارة هون، بصير 4 ناقص 15 سالب 11 س تربيع، وهون شو بتصير؟ زائد 5 س ناقص 7 اللي ينزل. ليش صارت 5 س؟ لأنه احنا بنطرح قاعدين أو بنغير الإشارات. في ناس شو بيعملوا؟ بيعملوا طريقة أحسن من هاي، بيجوا بيعملوا هيك، بحطوا هاي، مش هاي كانت موجب، بحطها سالب، وهاي شو بعملها سالب، وهاي بعملها موجب، بدل عملية الطرح. يعني بدل ما أقول اطرح، غير إشارات اللي تحت واجمع، نطلع نفس النتيجة. يلا الآن بدنا نعيد، يلا عيد نفس الخطوات مرة ثانية. قسم أولا سالب 11، صح؟ بعدين اضرب سالب 11 س تربيع، بعدين ناقص 33 س، بعدين زائد 11. الآن شو بدنا نغير؟ بدنا نطرح، بدل كلمة اطرح غير الإشارات اللي تحت هذول، السالب حطه موجب والموجب حطه سالب، واجمع. يلا اجمع اشوف، ها صفر، هون 8 س، هون سالب 18. يلا كمل لي القسم يا شوف، يلا رد عيد ولا خلاص؟ خلاص ما ضلش. ليش ما ضلش؟ ما هسه الأس طيب الباقي اللي طلع. ايوه خلينا نتفاهم، اسو اصغر من، خلينا نتفاهم، هذا المقدار شو بنسميه؟ هذا الناتج. ممتاز، هذا المقدار شو بنسميه؟ مقسوم عليه. هذا المقدار شو بنسميه؟ الاصل اللي بديت فيه المقسوم. هذا شو بنسميه؟ ممتاز. إذا كان الباقي أقل درجته، أقل من درجة المقسوم عليه، انتهت القسمة، ما تكمل. إذا هو شو كان السؤال بده؟ بقول لك جد الناتج والباقي، بتقول له الناتج يساوي 5 س ناقص 11 والباقي 8 س ناقص 18. قصة القصة. طيب مثال أخير، استخدم القسمة التركيبية. حكينا القسمة التركيبية متى نستخدمها مروان؟ لما يكون المقسوم عليه إيش ماله؟ يكون المقسوم عليه واحد، درجة أولى، درجة الأولى، درجة أولى. إذا كان كثير حدود درجة أولى بنقدر نستخدم عليه القسمة التركيبية، وبنقدر نستخدم عليه القسمة الطويلة ولا ما بنقدر؟ مزبوط. 4 س تربيع ناقص 9 وها س نعطيك اياها درجة أولى اللي هو س ناقص 2. يلا خلينا نسويها بسرعة هاي. ايش نسوي فيها؟ بنحلها بطريقتين، أول شيء قسمة طويلة بعدين قسمة تركيبية. يلا احكي لنا القسمة الطويلة كيف بنسويها؟ 5 س تكعيب ناقص 4 س تربيع زائد فراغ. ليش الفراغ حطيته؟ مكان السين بالضبط، سين ناقص 2. يلا 5 سين تكعيب تقسيم سين بيطلع 5 سين تربيع، نضرب 5 سين تكعيب، 5 سين تربيع في سالب 2 بيطلع سالب 10 سين تربيع. من غير الإشارات، كلمة غير الإشارات يعني اطرح. يلا هاي صفر، هون راح يصير قديش؟ 6 س تربيع زائد فراغ ناقص 9. شوف انا الفراغ ما بيأثر علي، يعني بخليه موجود،
يلا قسم 6 س تربيع تقسيم س بيطلع زائد 6 س. اضرب 6 س تربيع ناقص 12 س. شو اجت السين؟ شفتوا ليش الفراغ ما عملوا انا؟ الان غير الاشارات، الموجب بتحطوا سالب والسالب بتحطوا موجب وبنجمع، هاي صارت صفر، صارت 12 س ناقص 9. خلصت المساله هيك، شو رايك؟ ولا ما خلصت؟ بس مش اضرب لضرب بصير حط 12. يعني ما خلصت القسمه، احنا قلنا تنتهي القسمه لما يكون الباقي اقل من درجه المقسوم عليه، لساته يساوي المقسوم عليه، اذا بقسم بيطلع زائد 12. يلا اضرب 12 س ناقص 24. من غير الاشارات الموجب بصير سالب والسالب بصير موجب. حكينا هاي الخطوه مره ثانيه، شو معناته؟ معناته اطرح. ايش اطرح؟ هون شو بضل عندنا؟ 24 قيم منها 9 قديش بضل عندك؟ 15. لاحظ انه درجة الباقي لازم تكون اقل من درجة المقسوم عليه. درجة الباقي لازم تكون اقل من درجة المقسوم عليه. يلا نعيدها مرة ثانية يا مروان. هذا شو اسمه اللي فوق؟ هذا الناتج. هذا المقسوم عليه. طيب هذا الباقي. نعم. هذا مقسوم. طيب مقسوم. الان نعيد نفس المساله يا سيدي، بدنا نعيد نفس المساله بس ايش؟ قسمه تركيبيه. شو بنسوي؟ احنا بنقسم درجه ثالثه على درجه اولى. لما نقسم درجه ثالثه على درجه اولى طلع هذا المقسوم وهذا المقسوم عليه، الناتج لازم يكون درجه ثانيه. سلف من قبل ما اقسم لازم شو يطلع؟ لازم يطلع درجة ثانية. باجي بحط تايتل زي كعناوين، سين تكعيب، سين تربيع، سين وخطيك الحد المطلق اللي هو اللي بدون سين، يعني كلمة الحد المطلق قصدنا فيها اللي بدون سين. هذول مش مهمات بس يعني بنكتبهم عشان انا ما توهش. يلا ايش معامل السين تكعيب؟ خمسة. خمسة. ايش معامل السين تربيع؟ سالب أربعة وهو مع إشارته. معامل السين صفر. شايف هاي الصفر هون في القسمة التركيبية؟ هي نفس الفراغ اللي كنت أحطه. نكمل هون. إذا خمسة سين، خمسة حطينا اللي هي معامل سين تكعيب، سالب أربعة معامل سين تربيع، صفر الحد اللي هو معامل سين، وسالب تسعة الحد المطلق. الآن شو بدي أكتب هون؟ بدي أكتب عدد هون. العدد اللي بدي أكتبه هون هو صفر المقسوم عليه. يعني ايش اللي بيخلي ها س تطلع صفر؟ يعني باخذ اللي هو س ناقص 2 وبخليها تساوي صفر وبعلها س تساوي 2. اذا بروح بحط 2 هون. مره ثانيه كيف اجت 2؟ اللي هي صفر المقسوم عليه اللي اقترنها س. يلا احكي لي هسه شو نسوي. يلا بننزل الاولاني زي ما هو، الحد الاول بنزل، هذا المعامل الاول بنزل، بعدين بنضرب 2 ضرب 5 الجواب بنحطه هون 10، بعدين بنجمع سالب 4 زائد 10 كم بيطلع؟ 6. بنرد نضرب نكرر. يلا 2 ضرب 6 12، نكتب الجواب هون. بنجمع 0 زائد 12، 2 ضرب 12 24 ضرب 4 اجمع بضل 15. طلع الان كيف نكتب الجواب؟ الناتج يساوي شو مكتوب هون؟ 5. 5 س تربيع زائد 6 س زائد 12. طب مو مكتوب 5 6 12؟ فأنا بقول أنا بقسم درجة ثالثة على درجة أولى، إذا الناتج بيكون درجة ثانية. منها بعرف إنه لازم أكتب درجة ثانية.
إذا 50 تربيع زائد 6 سين زائد 12، الباقي 15 اللي هو انكتب هون، هذا الباقي. قارن هذه النتيجة بالنتيجة اللي طلعت هون تلاقيها نفسها. مثال أخير على القسم التركيبي سريع، أعطيتك قاف سين يساوي سين أس 5 زائد 3 سين ناقص 7، وها سين أعطيتك إياه 2 سين ناقص 4. يلا قسم لي قسمة تركيبية قاف على ها، شو نعمل يا مروان؟ بنحط معاملات المقسوم اول شيء. لا قبل ما تحط المعاملات اعمل هاي الحركه، اعمل هيك سينوس 5 شو لازم يجي بعديها؟ سينوس 4 شو لازم يجي بعديها؟ سينوس بعديها سين تربيع بعديها سين بعديها الحد المطلق. هذول عناوين يعني عشان يخدنك ما تخربط فيهن، هذول ما في داعي ينكتبوا، لكن احنا بنكتب مرات انه بس عشان ايش ما انتهش. يلا نقلني شو اكتب تحت هاي، هذول ما راح ينكتب، هذول كأنهن بعقلي يعني. يلا هون شو اكتب؟ واحد ممتاز، اللي هي معامل سينوس 5. يلا معامل سينوس 4 صفر. صفر ليش؟ بس سينوس 3 وسينوس 2 يعني اللي مش موجود بترك له فراغ او بحط له صفر، وهون ثلاث وهون سالب 7. شو اكتب هون؟ يلا العدد اللي هون شو اكتبه؟ احكي مروان. هنا نستنى صفر الاختيار 2 عوض بالسين عشان اللي هو مين؟ صفر المقسوم عليه اللي هو ها سين، يعني تاخذ هيك 2 سين ناقص 4 تساوي صفر وبتحلها تساوي 4 س تساوي 2. اذا هو بتحط 2 مظبوط. انا بدي بس انه الطريقه كيف يعني بتخلي المعامله دائما دكتور انت بتخلي المعامله صفريه. يلا عبد المقسوم عليه اللي بتخلي بتخلي المقسوم عليه صفر هي اللي بكتبها هون. يلا احكي لي الخطوات هسه على السريع. اول خطوه شو اسوي؟ سب الناس نزل الواحد ينزل. ثم شو بنعمل؟ بنضرب. الجواب وين بنحطه؟ بنحطه هون مزبوط. اذا اول خطوه شو بنعمل؟ بنضرب الجواب بنحطه هون. بعدين شو بنسوي؟ بنجمع مع اثنين بيطلع الجواب 2. انا قاعد بسوي هيك عشان ايش؟ عشان ما يضلين مكتوبات هسه يخربطنا الدنيا. يلا نحكي بسرعه هسه. اول خطوه نزلنا الواحد، 2 في 1 2، اجمع 2 اضرب 4 اجمع 4، 2 في 4 8 اجمع 8، 2 في 8 16 صح؟ 2 ضرب 8 16، 3 زائد 16 19، 2 ضرب 19 38، اجمع بيطلع 31. هذا ال 31 شو هو يا جماعة؟ هذا شو؟ خلصنا منه. بدي الناتج. يلا نقلني شو اكتب. عيد مرة ثانية، بعيد الحكي اللي حكيته مرة ثانية. أنت بتقسم كثير حدود درجة خامسة على كثير حدود درجة أولى، إذا الناتج شو لازم يكون درجة إيش؟ رابعة. عيد. يكون درجة؟ يعني خذ الأولاني على الأولاني، سينوس 5 تقسيم سين بيطلع سينوس 4، إذا الجواب لازم يكون درجة رابعة. إذا هيك راح يصير سينوس 4 اللي هو معامل هاي زائد 2 سين تكعيب زائد 4 سين تربيع زائد 8 سين زائد 19 والباقي 31. شفت مروان كيف سويتها هاي؟ مرة ثانية
درجة خامسة على درجة أولى بعطي درجة رابعة. إذا ما تيجي بالتسلسل رابعة ثالثة ثانية أولى حد مطلق. هذول الأعداد اللي مكتوبات هون هم معاملات الناتج. آخر مثال سريع، قاف سين يساوي سين تكعيب ناقص واحد، ها سين يساوي سين ناقص واحد. يلا قسمه تركيبي على السريع. بدون ما نكتب العناوين، شو اكتب يا مروان؟ واحد ايوه بعدين صفر. هاي لمين؟ بعدين صفر. لمين هذا الصفر؟ لسين تربيع. لسين تربيع هاي للسين، بعدين الحد المطلق، بعدين سالب واحد. ممتاز. انا بعمل خط يعني عشان افصل الحد المطلق عن المعاملات، يعني هاي كانت هيك بعقلي انا، هاي سين تكعيب سين تربيع سين، هاي الحد المطلق. يلا احكي شو اكتب هون على اليمين؟ هون واحد. شو منين جبتوا الواحد؟ على اليمين واحد. منين جبتوا؟ صفر صفر ها سين، يعني باخذ سين ناقص واحد يساوي صفر، سين تساوي واحد. ممتاز. يلا نقل بسرعة. طيب ننزل الواحد نضرب واحد. اصحى 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 هيك هيك بسرعة بسرعة. شو طلع الباقي؟ ناقص صفر. في هاي الحالة إذا طلع الباقي صفر، بقول ها سين أو اللي هي سين ناقص واحد أحد عوامل قاف سين. هذا راح نأخذه المرة الجاي، شو يعني العوامل وشو يعني بواقي، بس القاعدة بتقول هيك أو التعريف، إذا الباقي صفر بيكون المقسوم عليه أحد العوامل. طيب طلع لي الناتج، ما طلعت لي الناتج أنت. ناتج سين تربيع ايوه ناقص سين زائد سين. ليش ناقص سين؟ واحد. زائد واحد. قارن لي هذا الناتج اللي طلعته لما اخذته تحليل الفرق بين مكعبين. كيف كنا نحلل الفرق بين مكعبين؟ كنا نعمل قوسين، واحد صغير واحد كبير. ناخذ الجذر التكعيبي للسين تكعيبي نحط سين، الجذر التكعيبي للواحد نحط واحد، بينهم ناقص بحط ناقص. بعدين المربع الاول غير الاشاره، اضرب الاول بالثاني، مربع الثاني، قارن لي هاي بالاشياء اللي حق طلعناها هون. هاي مش هي نفسها هاي؟ مزبوط. اذا انا بستخدم كاني بدي اقول لك انه احنا هاي القسم الطويل والقسم التركيبي بنستخدمها لايش؟ لتحليل كثيرات الحدود الى عواملها. سلامة سلمى.